التركي أصبح موضوع ساخن جدا، لأنه بتتواصل ردود الفعل على الساحة العالمية وحتى الإقليمية بعد ظهور نتائج الاستفتاء التركي على موضوع تعديلات ال 18 مادة في الدستور التركي، تعديلات أردوغان لو صح التعبير. جاءت النتائج النهائية غير الرسمية المنشورة حتى الآن أو بتجاوب تحديدا على سؤال، هو مين اللي فاز في هذه الاستفتاءات على التعديلات الدستورية في تركيا بنعم؟ يعني إيه مين اللي فاز؟ خلي بالك انه هذا الفوز قد يحسب للمعارضة، يعني حتى لو افترضنا انه في 52% نعم و 48% لا، 48% لا في ظل كل هذا القمع، ده معناها ان المعارضة هي اللي فايزة برضه، ده اذا كان ما حصلش تزوير. يعني في سؤال تاني، السؤال الابرز ايضا قد يكون هو كيف سوف يتم تطبيق النظام الرئاسي اللي وافق عليه الشعب التركي باغلبية طفيفة، ومتى سيعود الرئيس رجب طيب اردوغان لقياده حزب العداله والتنميه الحاكم طبقا برضه للتعديل، يحتفظ الرئيس بعلاقته بالحزب واللي اسسه تقريبا من حوالي 15 سنه. خلونا نحاول نلقي 15 في 2001 تقريبا 2016 نبدا لقائنا على طول، ونرحب بضيفنا العزيز داخل الاستوديو الباحث السياسي وخبير الشؤون التركيه الاستاذ محمد عبد القادر. نورت استاذ يوسف، ربنا يخليك كما جرت العاده. نورت، ربنا يخليك، نور بحضرتك. انا هبدا الاول بالجمله اللي قلتها لي، لماذا يجب ان تفوز لا؟ لاكثر من سبب. السبب الاولاني انه حزب العداله والتنميه حسابيا اعتمد على قاعده 2 مقابل 2، بمعنى ان تحالف اول حزب اكبر حزب في البرلمان مع اصغر حزب في البرلمان اللي هو حزب الحركة القومية لمواجهة المعارضين لهذا الدستور اللي هم حزب الشعب الجمهوري تاني أكبر حزب، وحزب الشعوب الديمقراطية اللي هو تالت أكبر حزب. حزب اللي هو تحالف مع حزب الحركة القومية أكتر من 90% من الكتلة الانتخابية وفق استطلاعات الرأي العام التركية أشارت إن هي صوت بلا. يعني الحزب اللي تحالف مع العدالة والتنمية القاعدة الانتخابية بتقول لا أنا هصوت، أنا مش هتقيد بموقف الحزب. النقطة الثانية إن في تقديرات أشارت إن في انقسام على مستوى القيادة ومستوى القاعدة في حزب العدالة والتنمية، وإنه جزء كبير جدا من المتعلمين والمثقفين المرتبطين بحزب العدالة والتنمية سواء في أنقرة أو في إسطنبول شايفين إن هم لازم يصوتوا بلا، مش عشان مصلحة العدالة والتنمية ولكن عشان مصلحة تركيا. لما تحط حضرتك جزء كبير من حزب الحركة القومية الرافض للتعديلات زائد القطاع غير الهين اللي موجود في العدالة والتنمية اللي برضو معترض على التعديلات، بالإضافة إلى تاني أكبر كتلة في البرلمان وتالت أكبر كتلة في البرلمان يصوتوا بلا، إذن لا لازم تكسب منطقية. طيب إيه مؤشر ده العملي؟ حزب العدالة والتنمية نجح في أول انتخابات في نوفمبر 2002. منذ عام 2002 إلى عام 2017 حزب العدالة والتنمية أجرى أكتر من انتخابات، حوالي 4 انتخابات برلمانية وتقريبا 3 استفتاءات. في كل هذه الانتخابات وفي كل الاستفتاءات سواء كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية أو حتى انتخابات بلدية كانت مدينة اسطنبول ومدينة أنقرة مع حزب العدالة والتنمية. اسطنبول لوحدها فيها 15 مليون شخص. اسطنبول تاريخيا الحزب اللي تدعمه اسطنبول لازم يفوز في الانتخابات. لازم يفوز في الانتخابات. لأول مرة في تاريخ حزب العدالة والتنمية اسطنبول تصوت بلا. أنقرة واسطنبول أهميتها إن هي العاصمة الثقافية والعاصمة التاريخية لحزب العدالة والتنمية. العاصمة الرئيسية الثانية اللي هي العاصمة السياسية أنقرة أيضا صوتت بلا. ثالث أكبر مدينة في تركيا مدينة أزمير أيضا صوتت بلا. إذن كل العمليات الحسابية والإحصاء يشير إلى أن لا لابد أن تفوز بالانتخابات. لذلك كان في حاجة يعني حاجة غير أغلب استطلاعات الرأي تقول لك ما بين 51 ل 49، في حين أن استطلاعات الرأي المحسوبة على المعارضة كانت بتشير إلى أن النسبة الأقرب هي لا 52 ونعم 48. طيب لا تاخد 4% زيادة، تاخد 52. طيب ايه اللي يثبت ان الكلام ده منطقي ولا مش منطقي؟ حزب العداله والتنميه خاض الانتخابات في يونيو 2015 الانتخابات البرلمانيه في يونيو 2015 على قاعده انه لو انت بتدعم التحول من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي اذا صوت لحزب العداله والتنميه. كان لاول مره في تاريخ حزب العداله والتنميه لا يفوز بالاغلبيه البرلمانيه التي تؤهله لتشكيل حكومه. فحاول يخش في ائتلافات ففشل فاضطر الى الدعوه لانتخابات مبكره في نوفمبر 2015. في نوفمبر 2015 لو حضرتك شفت البرنامج الانتخابي بتاع حزب العداله والتنميه توارد فيه كلمه تعديل الدستور تماما. ومن هنا كانت القناعه الرئيسيه لدى احمد داوود اوغلو
اللي هو لعب دور مهم جدا في انتخابات يونيو 2015 باعتباره كان رئيس الحزب وقت في هذا الوقت، انه يروج للاستفتاء لتعديل الدستور. جه في نوفمبر 2016 لغى فكره تعديل الدستور. بعدها كان عنده قناعه لانه راجل براجماتي، راجل استاذ علوم سياسيه بالاساس، انه التعديلات الدستوريه ليس لها شعبيه في تركيا، ومن ثم الرهان عليها من الممكن ان تفقد الحزب الاغلبيه. بعد انتخابات نوفمبر 2015 تم ابعاد احمد داوود اوغلو عن المشهد السياسي بسبب موقفه من التعديلات الدستوريه. اذا اغلب التقديرات واغلب المؤشرات العمليه بعيدا عن مواقف الهيئه المراقبه او الهيئه المراقبه الدوليه على الاستفتاء، بعيدا عن الفيديوهات التي تم تسريبها، بعيدا عن الاوراق لاول مره في تاريخ تركيا وفق القانون التركي اي ورقه ما عليهاش ختم او ممهوره بشعار اللجنه العليا للانتخابات هي ورقه باطله، لاول مره في تركيا يقبل حوالي 2 مليون ورقه ليس عليها شعار اللجنه العليا للانتخابات. لما تضيف حضرتك ال 2 مليون لنسبه ال 48.7 تطلع نسبه ال 52 اللي انا بكلم حضرتك عليها. طب الكتله اللي حضرتك قلت لي عليها في حزب العداله والتنميه مع التصويت بلا، صحيح، هي دي كتله اوغلو ولا هي كتله هي أخرى؟ هي اغلب المؤشرات بتشير الى انه كتله اوغلو وكتله كتله رجب عبد الله جول الرئيس السابق، اللي هم التيار في الحقيقه الاكثر اعتدالا الاكثر براجماتيه، اللي هو لعب دور مهم جدا في صعود حزب العداله والتنميه، ولكن مع شعبيتهم الكبيره ولكن في نفس الوقت موقفهم الرافض للتعديل الدستور وتحويل تركيا من دوله برلمانيه ديمقراطيه الى دوله رئاسيه سلطويه تم ابعادهم عن المشهد السياسي. ابرز مثال لده مدينه كونيا اللي هو موجود فيها احمد داوود اوغلو واللي هو بيمثلها في البرلمان دلوقتي، هو دلوقتي عضو في البرلمان التركي. كان من الواضح جدا ان نسبه نعم لم تتجاوز 30%، فده بيوضح ان في كتله كبيره جدا من حزب العداله والتنميه لم تؤيد الاستفتاء على قاعده مرتبطه بتوجهات القياده الموجوده في حزب العداله والتنميه. لذلك المؤشرات بتشير الى انه على المدى المتوسط هيكون في حزب جديد، هو حزب سيكون حزب يمين الوسط، من المرجح ان يكون قيادته الجديده من داخل حزب العداله والتنميه، وقد تنضم اليه بعض احزاب المعارضه، هناك تيار داخل حزب الشعب الجمهوري واحتمال قطاع عريض من حزب الشعوب الديمقراطيه اللي هم الاكراد. طيب الانتخابات دي بهذه الطريقه حصل فيها تزوير، ولقينا ان في فيديوهات بتتكلم عن، صحيح، او بالاصح مصوره هذا التزوير، صحيح، تزوير مش بقى تسويد بطاقه وبطاقه دواره وحاجات زي كده. انا اعتقد زملائنا يعني زي كده زي هذا الشكل قاعدين جوه اللجنه كمان استاذ يوسف، في حاجه مهمه جدا، حتى انت لو تابعت عدد الاصوات في بعض الدول الاجنبيه في الخارج، ده الدول يعني خارج تركيا في السفارات، هتلاقي في عدد اصوات، نسبة الأصوات أو نسبة المواطنين الذين يحق لهم التصويت عدد معين، نسبة من صوتوا أكبر من العدد ده. نسبة اللي صوتوا أكبر من العدد القانوني لو حق القانوني في التصويت. لمن يحق لها التصويت بالظبط، ده موجود في أكثر من دولة. يعني كان تزوير خايب كمان. كان تزوير واضح، تزوير واضح جدا، لأنه عشان أكلمك بمنتهى الصراحة، تركيا ملهاش خبرات كبيرة مع تزوير الانتخابات. عشان كده سهلة تتكشف. سهلة تكشف لان مفيش خبرات، مش قدام كده، واستطلاعات الراي ما بتقومش بيها جهه واحده، يعني احزاب المعارضه لديها اجهزه بتقوم باستطلاعات الراي، الاتحاد الاوروبي لديه اجهزه، عدد كبير جدا من الهيئات المستقله ومراكز الابحاث بتقوم باستطلاعات الراي. لذلك يمكن انا في مره قبل كده قلت لحضرتك انه الاستفتاء ده بالذات في جزء من الغموض ان استطلاعات الراي متاخره قوي، لغايه اخر وقت بيقول لك في فرق 1%. طب ما فيش كان في هذه الانتخابات رقابة دولية؟ كان في رقابة دولية، وطلعت أنا بقول لحضرتك لسه المسؤول الهيئة الرقابية الدولية التي شاركت فيها الإشراف على الانتخابات أشار إلى أنه كان هناك تجاوزات، هذه التجاوزات لم ترتبط فقط بالإجراءات بمعنى التزوير اللي شفناه، لكن ارتبط أصلا بالمناخ التي أجريت فيه الانتخابات. بمعنى استخدام تعبير تجاوزات ده تعبير لين جدا، ما هو تعبير يعني بيبين التزوير، لكنه التزوير الناعم اللي هو مرتبط في الحقيقه بيه، يعني هو ما يقدرش يزور في اسطنبول، ما يقدرش، اسطنبول دي مركز ثقافي واقتصادي مهم جدا، كل المراقبين الدوليين وكل الصحف الدوليه لها مقرات هناك، ما يقدرش يزور في انقره لان دي العاصمه السياسيه، لكن يقدر يزور في المناطق اللي فيها مشكله، فيها طوارئ واضحه جدا زي جنوب شرق تركيا، اللي هي رغم، أنا أقول لحضرتك على حاجة، الأكراد موجودين في تركيا
في اكتر مدينه موجود فيها الاكراد، على عكس الناس ما تعتقد، مش ديار بكر. ديار بكر فيها 1 مليون مواطن كردي، في اسطنبول في 2 مليون مواطن كردي. انا في رايي اسطنبول خرجت عن نطاق دعم حزب العداله والتنميه لاول مره بسبب الموقف الكردي. تخيل بقى انه في جنوب شرق تركيا في هذا الاستفتاء، في ظل انه مسجون رئيس حزب الشعوب الديمقراطيه اللي هو كردي، مع 12 من نواب حزب الشعوب الديمقراطيه الممثلين عن الاكراد في البرلمان، مع هدم احياء كامله في جنوب شرق تركيا، مع تهجير اكثر من 500,000 شخص، مع مقتل 2000 شخص منذ يونيو 2015 في جنوب شرق تركيا، الا ان النتائج طالعه ان الاكراد في هذا الاستفتاء صوتوا اكثر من الانتخابات الماضيه لحزب العداله والتنميه. طيب، شيء خارج المنطق يعني. كل هذه النسب وهذه الاستطلاعات وكل هذه الفيديوهات، يعني حتى لما كنا بنتكلم قبل ما نبدا على طول الفقره بتاعتنا، قلت لي في عشرات الفيديوهات. صحيح. بتوضح انه في تزوير بالمعنى الكامل للتزوير. صحيح. كيفيه استخدامها لمساله اما اعاده هذا الاستفتاء او رفض نتيجته شكلا وموضوعا والعوده الى ما سبق بدون حتى اعاده استفتاء. هو ده انا في رايي ده سؤال مهم ينم عن فهم واقع الحياه السياسيه في تركيا، لكن مشكلته الرئيسيه انه هل لا وصعودها او تصاعد لا في الاستفتاء التركي، هل هو مرتبط بكتله جماهيريه واحده مرتبطه باحزاب سياسيه ومن ثم صوتت لا بناء على مواقف حزبيه، ام هي ناتجه عن وعي سياسي لدى قاعده ليست بالاساس مؤطره في اطار حزب داخل تركيا؟ من الواضح ان تصاعد لا ورفض الدستور التركي ينم عن ثقافه ووعي من قطاع عريض من المواطنين الاتراك الذين يرفضون تديين الدولة التركية وتحويل الدولة إلى دولة تسيطر عليها جماعات إسلام سياسي تتحول بمقتضى هذه التعديلات من دولة لديها مؤسسات تتمتع بصلاحيات متوازية وفي توازن في الاختصاصات أو يعني انفصال واستقلال في السلطات، إلى دولة يسيطر عليها الرئيس يستطيع أن يعين القضاء، يعين الأوضاء في المجلس القضاء الأعلى أو الأوضاء في المحكمة الدستورية، ومن ثم يسيطر على حتى يهمش البرلمان. على فكرة وفق هذه التعديلات لن يكون من حق البرلمان أن يمنح الحكومة الثقة أو يسحب من الحكومة الثقة، من حق الرئيس أنه يعين الوزراء أو يكلهم براحته، يقر الموازنة، يفرض حالة الطوارئ، يدعي الاستفتاء من غير اللجوء للبرلمان. ده حالة فحش سياسي، حالة توحش سياسي للسيطرة على كافة مؤسسات الدولة. ومن ثم كان في قطاع عريض، القطاع ده تقدر تقول حضرتك ليبرالي ويساري وعلماني واقليات، لان الاقليات بيشكلوا حوالي 35% من الشعب التركي، رفض هذا الاستفتاء، زائد قاعده زي ما قلت لحضرتك جزء من ناخبين حزب العداله والتنميه كانت ضد هذا الاستفتاء. جزء من نقاط ضعف الأطراف اللي صوتت بلا إن هي غير مؤطرة حزبيا، ومن ثم القدرة على حشدها أو يعني دفعها أو تحريكها للتظاهر ورفض هذا الاستفتاء ستكون ضعيفة، لأنها لم تصوت بناء على موقف حزبي. لأنه مشكلة تركيا إلى الآن ليست مرتبطة فقط بتوحش الحزب الحاكم أو برغبة أردوغان في السيطرة على كافة المشهد السياسي والصلاحيات في الدولة، ولكن في الحقيقة مرتبطة بضعف أحزاب المعارضة. يعني أنا في رأيي إن الحزب الرئيسي المهم كان حزب الشعب الجمهوري، وده عنده مشكلة هيكلية إنه بيمثل الأكراد أكتر منه ما بيمثل أطياف أخرى من الشعب التركي. الحاجة التانية إنه كان في شاب صلاح الدين ديمتراش كان بيمثل الحزب وكان عنده القدرة إنه يتبنى خطاب يجمع المواطنين حوله ويحاول أن يتفادى الاستقطاب العرقي ما بين تركي وكردي، لكن سرعان ما تم سجنه والآن خلف السجون في تركيا. القضية الثانية أنه عندك كل صحفي يستطيع أن يتبنى مثل هذه القضايا التي نطرحها من الممكن أن يزج به سريعا في السجون. إلى الآن حوالي ثلث الصحفيين المحبوسين في العالم في تركيا، فده مناخ في الحياة ما يشجعش على التظاهر، خصوصا في ظل فرض حالة الطوارئ، فده مناخ ما يشجعش على التظاهر ولا التكتل، لكن قد يفضي إلى توترات على المدى المتوسط ليس فقط في الساحة الداخلية التركية لكن حتى داخل حزب العدالة والتنمية. طيب، هنا بيجي سؤال حول مسألة كتلة جل وكتلة أغلو داخل الحزب. صحيح. هل هم أو هذه الكتلة قادرة على أنها تخلق طيار رئيسي جوه الحزب رافض لسياسات أردوغان، ومن ثم تقدر تحرك سلبا ضد أردوغان في الانتخابات القادمة؟ دي كتلة براجماتية ذكية لن تكرر خطأ الجيش حينما تحرك في يونيو 2016، لكن تدرك جيدا مكان من القوة ومكان من الضعف في النظام السياسي القائم، ومن ثم تنتظر اللحظة
المناسبة للتعبير عن نفسها بالخروج في حزب جديد من رحم حزب العدالة والتنمية، لكن ساعة الصفر بالنسبة لها هي الساعة التي سترتبط بأوضاع اقتصادية متدهورة، أوضاع أمنية متدهورة، أوضاع سياسية متأزمة. في هذه الحالة تستطيع هذه الكتلة أن تستغل ضعف الرئيس وتؤسس حزب جديد. إذا أقدمت في هذا التوقيت على مثل هذا الأمر سيتم الزج بها في السجن وتلفيق عدد من القضايا أو على الأقل تخوينها. يعني جزء رئيسي من المعادلة السياسية الحاكمة دلوقتي في تركيا هي الخير والشر. أنت مع أوروبا إذن أنت متآمر على الدولة التركية، أنت ضد حزب العدالة والتنمية إذن أنت مع القوى الخارجية التي تريد أن تقسم تركيا وتجعل للأكراد دولة داخل تركيا، مع القوى الصليبية الأوروبية التي تآمرت على الدولة العثمانية والآن تتآمر على نهضة تركيا الاقتصادية والسياسية ولعبها دور عالمي على المستوى الدولي وأقليمي مهم، وتوسعها في سوريا وتمددها في العراق وغيرها من الأمور الموجودة. طيب أنا هستأذن أروح لفاصل، عايز بعد ما أرجع من الفاصل أتساءل حول أنه رجب طيب أردوغان رجل يجيد اللعب على عاطفة القومية التركية، ويمكن الحوادث الأخيرة بتاعت برلين أو بتاعت روتردام كان بيقدر يجيد اللعب بالحادثتين، وشفته والأوروبيين عايزين إيه زي ما حضرتك ذكرت أنه أوروبا لا تريد لتركيا أن تستعيد نهضتها وقوتها وعنفها زي ما هو بيصور لكن بيجيد اللعب على هذا الجزء. هو بيجيد فكرة خلق استقطاب يدفع المواطنين الى الوقوف جنب الوقوف بجانبه. طيب. وكانك بتتخلى عن القياده في المعركه يعني. الا انه من على ما يبدو ان هناك بوادر لازمه اقتصاديه تركيه حقيقيه. طبعا. عمليا هو في تأزم سياسي حاصل. وأيضا في منطقة الجنوب الشرقي أنا عندي مشكلة أمنية مع الأكراد، وعندي دخوله لحد 50 كيلو جوه العمق السوري، ده برضو بيشكل له مشكلة أو على الأقل بيشكل له أزمة ما بجانب أوجه انفاق ضخم. هو عايز يتوسع يعني، هو عايز يعمل هو عمل درع الفرات، عايز يعمل درع دجلة كويس في العراق. السؤال بقى، مش هي دي العوامل الثلاثة اللي بتمكن سواء إذا كان هذه الطيارين سواء إذا كان جل وأجلو أو إذا كانوا هنحسبهم طيار واحد وهو طيار براجماتي على حد وصفك، أنه يبدأوا في عمل انفصال عن هذا الحزب وتشكيل الحزب الجديد؟ يعني أنا عايز بس أشوف مستقبل الانتخابات التركية الجاية هتبقى عاملة إزاي في ظل هذه العوامل. خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. احنا هنكمل كلامنا، كنا لسه بنتناقش في نفس الموضوع هو في الفاصل. بالمناسبه ما كانش فيه اسرار، يعني يمكن كان الاستاذ محمد بيقول النتيجه الحقيقيه لهذا الاستفتاء هو اللي بيعكسها التصويت في اسطنبول. صح كده؟ صحيح. لان هي اولا هي بتشكل حوالي اكتر من 10% 15% من الشعب التركي، لو بنتكلم عن 80 هي 15 فقريبه من التلت 17% مثلا، زائد ان فيها مكونات الشعب التركي كله، فيها العلويين وفيها الاكراد. انا بقول لحضرتك اكبر مدينه فيها اكراد، فيها الاتراك، فيها القوميين، اغلب الليبراليين موجودين فيها، فيها التجمعات الاقتصاديه الكبرى، ومن ثم هي مرآة عاكسة او هي تركيا صغيره. لذلك على مدى تاريخ تركيا كل الانتخابات اتجه فيها نمط التصويت في اسطنبول انعكس تلقائيا على تصويت انقار، على التصويت التركية كلها. اول مره يختلف في هذا الاستفتاء. لذلك اغلب التقديرات واغلب الصحفيين اللي سواء كتبوا الكلام ده او قالوا لنا الكلام ده بصفه شخصيه بيشيروا بوضوح الى انه النتيجه الحقيقيه لهذا الاستفتاء هي التي تم يعني اعلانها في مدينه اسطنبول، وهي رفض هذا الاستفتاء. طيب هروح بقى للتساؤل اللي انا كنت بحاول اطرحه قبل الفاصل، الا وهو الرجل الذي يجيد اللعب على النزعه القوميه التركيه. صحيح. الرجل الذي استغل مساله روتردام ومساله برلين لصالحه في هذا الاستفتاء. هو صنعها كمان يعني، استغلهاش، صنعها زي ما صنع الانقلاب. هو هذا الانقلاب المسرحي على طبعاً راي هو انت بتتكلم على سياسي محنك وهو اصغر مننا بكتير، مارس السياسه، كان عنده تطلعات حزبيه كبيره، حس انه جزء من مشاكله وتمرده على نجم الدين اربكان اللي هو راح زاره على طول بمجرد اعلان الاستفتاء، وكانه يعني بي 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 بيرجع الفضل لابو الاسلام السياسي في تركيا نجم الدين اربكان، واللي هو اسس حركه الميلي جورش في 69 اللي هي اقرب لتيار الاخوان المسلمين وحزب الرفاه المنحل. بالظبط. انه من وهو صغير راجل متمرس في السياسه، بيجيد المناورات السياسية،
وهو صغير جدا استطاع انه يبقى عمده مدينه اسطنبول زي ما اشرت قبل شويه. هي المدينه الاهم في تركيا، هي فعلا العاصمه السياسيه وحتى مش الاقتصاديه بس، اغلب يعني اقامات رئيس الوزراء ورئيس الدوله موجوده في اسطنبول. زائد انه سياسي محنك، يعني هو ليه مقوله شهيره حتى قبل ما يوصل لرئاسه الوزراء في تركيا، بيقول لك الديمقراطيه زي القطر، تركبها توصلك المحطه اللي انت عايزها بس ممكن تنزل منها في اي وقت. فهو ده مفهومه عن الديمقراطيه. وهو في الحقيقه انك لو عايز تفهم ازاي، انا في رايي في تجربه ملهمه لكل الاكاديميين والباحثين والمحللين، لو عايزين يعرفوا ازاي الدكتاتور من الممكن ان يستخدم الاليات الديمقراطيه لجاي يمارس الدكتاتوريه، فلابد ان ينظروا الى التجربه التركيه. ده شخص اجاد استخدام الادوات الديمقراطيه لكي يتحول بتركيا من نظام ديمقراطي الى نظام دكتاتوري. كل شخص ظهر جنبه او كل شخص عارض توجهاته، حتى لو هذا الشخص يدين له اردوغان نفسه بالفضل، تم اقصائه. ابرز مثال على ده عبد الله جول. عبد الله جول ده واحد من اهم مؤسسين الحزب، هو اول رئيس لحزب العداله، هو اول رئيس وزراء عن حزب العداله، ومع ذلك تم تهميشه من حزب العداله والتنميه. واحد من اهم الشخصيات اللي لعبت ادوار مهمه جدا في الترويج للتجربه التركيه على المستوى الاقليمي والمستوى الدولي، وعد وفق تقديرات ومجلات واحصائيات دوليه كتيره جدا، واحد من اهم الشخصيات الاكثر من سنه على مستوى العالم، هو احمد داوود اوغلو. في ناس بتشبهه بكيسنجر، كتاباته عميقه لابعد حد. جزء من المكانه اللي اكتسبتها تركيا في العقد الخيالي ارتبطت بكتاباته، وخصوصا كتاب العمق الاستراتيجي، ومع ذلك تم ابعاده عن المشهد السياسي لمجرد انه راى ليس من مصلحه حزب العداله والتنميه. وانا في رايي ان الاستفتاء ده ثبت صدقيه موقف احمد داوود اوغلو، إن تحويل تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي هو قد يكون كارثة على تركيا، وقد يكون كارثة أيضا على حزب العدالة والتنمية، والناس مش منتبهة في ظني لنقطة مركزية. أهمية النظام البرلماني في تركيا إن تركيا جزء أو قطاع عريض جدا من الأتراك هم أقليات، لا إما أقليات طائفية، لا إما أقليات لغوية، لا إما أقليات عرقية. ومن ثم البرلمان وجود أحزاب متنوعة وسلطات واسعة للبرلمان زي ما هو معروف في النظام البرلماني، ده بيسمح للأقليات حتى لو أقليات سياسية إن هي تعبر عن نفسها في البرلمان، تبقى ممثلة وليها تعبير. لكن في الحقيقة أنت لما بتعمل نظام رئاسي بيسيطر فيه الرئيس بصرف النظر عن النظام الرئاسي ده يتفق مع معايير وقيم الديمقراطية ولا لأ، لما بتعمل له نظام رئاسي كده أنت حكمت بالمطلق على الأقليات إنها لن تمثل في النظام السياسي لأنها ليس لديها الأغلبية. وبما إن هذا المجتمع يعاني من استقطاب حاد، مش من النهارده، هو طول عمره مجتمع فيه استقطاب حاد على المستوى السياسي ما بين علمانيين واسلاميين، على المستوى العرقي ما بين اتراك واكراد، على المستوى الطائفي ما بين مسلمين سنه وعلويين، اذا انت حكمت على الاقليات على مدى السنين الجايه انها لن تمثل سياسيا ولن يعني تجد من يعبر عن ارائها من ضمنها، منها هي كأقليات سياسية، وهي ستضطر إلى أن تتكيف مع سياساتك. فده بيدفعها في الحقيقة أن هي لا إما تصمت أو تمارس العنف. على كل هو للأسف الوقت ده خلص. نفسي أعرف لو كان الوقت رجلا لقتلته. أنا معاك. وخلصت عليه عن بكرة أبيه ومش هخليه يقوم أبدا إلا الوقت. بحبوش. انا عايز اشكرك جدا على ربنا يخليك، انا اللي بشكرك، بنبقى مبسوطين جدا. انا كمان مش بحشم العاده معاك. الف شكر، ربنا يخليك يا رب. كل الشكر للكاتب والمحلل السياسي وخبير الشؤون التركيه المعروف استاذ محمد عبد القادر، شكرا جدا لحضراتكم. يمكن كده ايه وشوشه في ودن البرلمان في السريع، والله العظيم في السريع، انتوا عملتوا كم عمايل الحقيقه لا يرضى عنها احد، كتير من ساعه ما تم انعقاد البرلمان ده في جلسته الاولى حتى في الانتخابات. لكن خلونا نفتكر لكم حاجة حلوة تتعلق بتيران وصنافير. يعني تيران وصنافير مصرية تتعرض على اللجنة التشريعية تطلع مصرية بإذن الله، يعني هننسلك وبلاوي بس طلعوها مصرية عشان هي مصرية مش عشان احنا بس عايزين كده. القصة مش في 3-4 مذيعين و15 كاتب أو ملايين من المواطنين، القصة في إنها مصرية. كل سنة وانتم طيبين، وكل 18 إبريل وأنا وانتم بخير، وما روحش اعمل تان تاني. سلامات.